رغم توقع نجاحه، حقق ابتكار بيتا ماكس الخاص بسوني فشلاً ذريعاً بعد أن شهدت حقبة السبعينيات في القرن الماضي حرباً قوية بين سوني وفي اتش اس، فكيف دارت رحاها؟ ولماذا فشلت سوني رغم تفوق شرائط بيتا ماكس التقني؟ تعرف على السبب في حلقة اليوم. بيتا ماكس، والذي أطلق أيضاً عليه بيتا، هو صيغة للتسجيل المرئي على شريط كاسيت مغناطيسي من المستوى الاستهلاكي. تم تطويره من قبل شركة سوني، وطرح في اليابان في 10 مايو 1975، والذي قدم في ذلك الوقت دقة تحديد لا بأس بها بمعايير هذا الوقت، وكانت نسبة الضوضاء والشوشرة قليلة نسبياً. لكن كان هناك به عيب قاتل، وهو أن الشريط الواحد يكفي لتسجيل ما مدته ساعة واحدة من الفيديو، وبعدها بعام ونصف تقريبا، وفي خريف عام 1976 أعلنت شركة جي في سي اليابانية عن معيار جديد ومشغل جديد أسمته في اتش اس. وعلى الرغم من أن المواصفات التقنية المقدمة من جهاز سوني كانت الأفضل، لكنها كانت أغلى ولا تسمح بأكثر من ساعة تسجيل، في حين أن مشغلات في اتش اس على الناحية الأخرى جاءت بسعر أرخص ولديها شرائط تكفي لمدة 2 ساعة. حاولت سوني بعد ذلك أن تقوم بزيادة زمن شرائطها، لكن هذا أدى إلى زيادة حجم الشريط وكذلك مشاكل تقنية عند بلوغ نهاية الشريط، حيث يتداخل ويتشابك. بعدها جاءت سوني بفكرة جديدة، وهي تقليل سرعة دوران الشريط داخل المشغل للنصف، ما جعل زمن الشريط 2 ساعة. لكن سرعان ما تبعتها جي في سي ليصبح شريطها الذي يكفي 2 أو 3 يكفي 4 أو 6 ساعات. وقد أدى ذلك إلى ازدياد انتشار شراسة المنافسة، إلا أن المستخدم العادي فضل الشرائط التي تتيح له وقت التسجيل الأطول بسعر أقل دون اهتمام كبير بالجودة التقنية. وفي مارس من عام 2015 أعلنت شركة سوني عن التوقف عن بيع شرائط الفيديو بيتا ماكس، وذلك بعد مرور 40 عاماً على إطلاقها، والذي رجحت عديد من التوقعات أنه عائد إلى إدراك الشركة لانقراض زمن استخدام الشرائط، وأنها لا تحتاج إلى عناء الإنتاج.